كلنا شفنا بشغف وانبهار الصورة الأيقونية اللي أخذها فريق تلسكوب أفق الحدث Event Horizon Telescope اللي اتصورت للثقب الأسود الهائل الكامن في قلب مجرتنا درب التبانة ساجيتاريوس A. فريق ياباني طلع وقال إن الصورة دي غلط وإن الثقب الأسود المركزي صورته مش كده خالص وإن خطأ في الخوارزميات اللي صنعت الصورة دي من خلال 8 تلسكوبات منتشرة حوالين كوكب الأرض فيها فجوات وأخطاء أدت لرسم صورة للثقب الأسود محاط بهالة برتقالية لامعة حوالينه وإن قرص التراكم اللي حوالين الثقب الأسود مش دائري زي ما شفناه في الصورة الأيقونية إنما على شكل فقاعة غازية ضخمة وأكثر استطالة من الناحية الغربية عنها عن الناحية الشرقية للثقب الأسود. إيه قصة الثقب الأسود المركزي في قلب مجرتنا واللي فريق تاني اكتشف إن سرعة دوران قرص التراكم اللي حوالين الثقب الأسود كبيرة جدا لدرجة انها تمثل 60% من سرعة الضوء وهل فعلا الصورة الايقونية للثقب اللي صدرت في مايو 2022 خاطئة زي ما بيقول الفريق الياباني ولا الموضوع مؤفر شوية من اليابانيين ومحتاجين دراسات اكبر علشان نفهم دقة الصورة دي واللي مرجح انها تصدر ليها بيانات جديدة خلال الشهور اللي جاية وكمان تصوير جديد من تلسكوبات تانية جديدة هتصور بشكل ادق واكبر خلال السنين اللي جاية. أهلا بيكم. في ظل صخب الحياة اللي بنعيشها على سطح كوكب الأرض بنلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى سخر لينا الكوكب الجميل ده اللي بيصير في هذا الفضاء الشاسع وسط مجموعة كوكبية بتدور حوالين الشمس واللي بتجري كمان في الفضاء المجري لمجرتنا درب التبانة وبتتم دورة كاملة حوالين مركز المجرة مرة واحدة كل 230 مليون سنة. سماء صافية مش بنشوف فيها بالليل إلا زينة جميلة للسماء بنجومها المتلألئة البراقة في سكون الليل البهيم وبالرغم من السكون الظاهري اللي بنشوفه إلا إن الفضاء ده بيعج بالأحداث الدراماتيكية العنيفة الصاخبة من المجرات والأجرام الكونية والأهوال اللي ما يقدرش يستوعبها العقل البشري وأكتر الأشياء اللي بتثير فضول العلماء والمهتمين بعلم الفلك الثقوب السوداء وخاصة الثقوب السوداء الضخمة جدا اللي بتكون موجودة في قلب كل مجرة والأهم بالنسبة لنا والثقب الأسود المركزي في مجرتنا درب التبانة. الثقوب السوداء دي عبارة عن مناطق في النسيج الكوني اللي بنسميه الزمكان. النسيج الكوني ده كأنه مفرش مطاطي والأجرام السماوية بتعمله انحناء وبتصنع من خلال كتلتها دي الجاذبية وبالتالي بتقدر تجذب ليها عبر النسيج الكوني ده الأجرام الأقل منها في الكتلة علشان يدوروا في فلكها. الثقب الأسود ده بقى بيشوه بشكل مريب جدا النسيج الكوني ده وبيعمل جواه مناطق مشوهة ما نقدرش نستوعبها بعقلنا البشري بالتالي بتصير عندنا الفضول. نجم كبير في نهاية حياته بينفجر وتتكربس المادة فيه بعد الانفجار في حجم أصغر آلاف المرات مما كان عليه النجم في حياته بالتالي بتحصل عملية التشوه الكبيرة في الزمكان أو النسيج الزمكاني والعشرات السنين حاول العلماء أنهم يتصوروا أشكال للثقب الأسود المركزي في مجرتنا لغاية ما جه مجموعة من الشباب الواعد من 40 دولة حوالين العالم واللي قرروا يتحدوا الصعاب ويقوموا بالمهمة الأصعب على الإطلاق في تاريخ علم الفلك المعاصر تصوير الثقب الأسود. طبعا لو حضرتك حابب تسأل ليه تصوير الثقب الأسود صعب هقولك إنه من اسمه كده ثقب أسود مكان الضوء هناك مش بيقدر يهرب منه. أهم حاجة في السماء النور الضوء اللي بنشوف بيه الأجسام. الفضاء مكان مظلم ظلام دامس فلما الضوء ما يقدرش يهرب من الثقب الأسود يبقى هنشوفه إزاي. لكن حاجة حوالين الثقب الأسود واحدة من أهم مكوناته بيسميها العلماء قرص التراكم ودي عبارة عن تجمع ضخم للمادة والغاز والغبار حوالين الثقب الأسود قبل ما تسقط المادة دي ومنها الضوء في براسن الثقب الأسود وتختفي إلى الأبد. أهو الفريق ده من الشباب اللي اشتغل أكتر من 10 سنين بحالهم قدر يصور قرص التراكم اللي انت شايفه في الصورة دي حوالين الثقب الأسود. المنطقة المظلمة في النص هو الثقب الأسود. كل الصور اللي كانت قبل كده هي تخيلات ثنائية أو ثلاثية الأبعاد بتجسد بناء على البيانات صورة الثقب الأسود. كل الفيديوهات اللي حضرتك بتشوفها عن الثقوب السوداء كلها محاكاة للبيانات دي وبالتالي ده اللي أعطى لصورة الثقب الأسود ده زخم واهتمام إعلامي ضخم وغير مسبوق. بالتالي الكل اتكلم عن الصورة الحقيقية الأولى لثقب أسود قدرنا نرصده في السماء. لكن يجي فريق ياباني يشكك في الصورة دي ويقول إنها مش بتجسد أو تمثل الثقب الأسود بصورة دقيقة
فدي حاجة بتهز الأوساط العلمية بشدة. طيب إيه اللي استند ليه الفريق الياباني في بحثه؟ بس قبل كده علشان تفهم القصة من الأول وتفهم اللي حصل، لازم تعرف أصلاً إزاي تم تصوير الثقب الأسود. في مركز الثقب الأسود بيكون في نقطة صغيرة بالنسبة للفضاء بنسميها المتفردة singularity، المنطقة اللي بتسحق أي حاجة تدخل الثقب الأسود وتنتهي للأبد. بعدها منطقة بنسميها أفق الحدث event horizon، المنطقة اللي ما تقدرش أي مادة تهرب منها وبتنتقل من خلالها المواد للمتفردة اللي هتنسحق فيها وتختفي للأبد، وكأنها كده رأس الشلال اللي عايز تهرب منه قبل ما تقع في البحيرة تحت. عند أفق الحدث اللي هو رأس الشلال ما تقدرش بأي قوة بتمتلكها إنك ترجع تاني لفوق وتنجو من السقوط في الشلال. أي حد مثلا لو تخيلنا دخل أفق الحدث فمعناه القاطع، النهاية الحتمية، حتى الضوء نفسه مش هيقدر يهرب من المكان ده. أفق الحدث ده أبعد مكان عن المتفردة، مركز الثقب الأسود بيجذب الضوء لجواه علشان يختفي. ممكن نتخيل إن الثقب الأسود ده عبارة عن كرة مجوفة ما نقدرش نقول إنها مليانة بالمواد اللي جذبتها، إنما مكان بتحصل فيه وجواه حاجات تستعصي على العقل البشري إنه يفهمها أو يستوعبها. حرفياً ما نعرفش إيه اللي ممكن يحصل هناك، بالتالي مش هنقدر نرصد أي شيء. الحاجة الوحيدة اللي نقدر نرصدها هي قرص التراكم اللي حوالين أفق الحدث، المواد اللي بتدور حوالين الثقب الأسود تمهيداً للسقوط فيه والاختفاء للأبد. ما نقدرش نقول بالتبسيط العلمي إن الثقب الأسود بلاعة كده بتكنس المواد وبتسقط جواها، لأن قرص التراكم ده بيعد من نطاق الثقب الأسود، ومش كل المواد اللي بتدور في قرص التراكم بسرعات عالية تقترب من سرعة الضوء بتسقط في الثقب الأسود. في جزء من المواد دي بيقذف بعيداً في الفضاء بفعل العمليات العنيفة والاحتكاك الكبير اللي بيحصل هناك، وبفضل التفاعلات دي بتحصل عمليات احتكاك كبيرة وارتفاع كبير لدرجات الحرارة، واللي بيؤدي لإخراج كم مهول من الأشعة السينية اللي نقدر من خلالها نكتشف الثقب الأسود. بالإضافة للأشعة السينية بيحصل تدفق غريب وضخم من النفاثات الراديوية اللي بتطلق من قرص التراكم مش من مركز الثقب الأسود اللي مبتهربش منه حاجة. يبقى كل حاجة بتحصل وبنقدر نرصدها بتحصل حوالين الثقب الأسود في قرص التراكم ده. نفاثات ضخمة جدا اكتشفها في سنة 1918 الفلكي هيبر كورتس، واللي وصفها وقتها بأنها فيض ضوئي غريب مستقيم من قلب مجرة ميسيه 87 أو العذراء ألف، واللي بتقدر كتلة الثقب الأسود اللي موجود في مركزها بحوالي 6.5 من 10 مليار شمس. وهنا جه وقت تلسكوب أفق الحدث اللي سماه البعض بتلسكوب بحجم الكرة الأرضية Earth Sides Telescope أو التلسكوب الافتراضي Virtual Telescope. طبعا علشان تفهم النقطة دي لازم نعرف أن كل ما كان التلسكوب كبير كل ما كان قدرته على الرصد أكبر وأعظم. فلو معك تلسكوب صغير 60 ملي تقدر تشوف بيه سطح القمر بتفاصيل جميلة، أو حتى تصور صور جميلة لكوكبي زحل والمشتري. وتلسكوب هابل اللي مرآته بقطر 2.4 من 10 متر بيصور صور جميلة للسدم والمجرات البعيدة. أما المرآة الرئيسية للتلسكوب الكبير جدا فتبلغ 39 متر، وده بيسمح للعلماء أنهم يدرسوا الكواكب حوالين النجوم البعيدة من الأرض. اضطر فريق أفق الحدث أنه يعمل تلسكوب ضخم مجمع من 8 تلسكوبات حوالين كوكب الأرض علشان يقدر يجمع صورة واحدة للثقب الأسود المركزي في مجرتنا والثقب الأسود اللي موجود في مجرة ميسيه 87. احنا ما نقدرش نشوف الثقب الأسود بعينينا، ده أمر مستحيل. احنا كبشر بنشوف 3 ألوان بس والدرجات بتاعتهم، بنسميهم الضوء المرئي زي ما ذكرنا في الحلقة اللي فاتت الخاصة بالتصوير الفلكي، اللي هما اللون الأحمر والأخضر والأزرق. لكن في بعض الحيوانات والطيور بيقدروا يشوفوا 7 ألوان من ألوان الطيف. التعبين مثلاً بتقدر تشوف في نطاق الأشعة تحت الحمراء، والحشرات بتقدر تشوف عيونها الطيف اللي موجود في الأشعة الفوق بنفسجية. لكن عقل الإنسان اللي ربنا وهبه لينا قدر يجتاز كل الإمكانيات المتاحة لبقية الكائنات ومش موجودة في عيوننا، قدر يبتكر الأجهزة الجبارة العملاقة اللي نقدر نشوف منها حتى الموجات الراديوية اللي بتصدرها الثقوب السوداء علشان نقدر نرصدها ونتخيلها، وده بالتحديد اللي عمله فريق أفق الحدث في صورة الثقب الأسود اللي شكك فيها الفريق الياباني. طب ازاي ده حصل؟ وليه الفريق الياباني شكك في صورة الثقب الأسود في قلب مجرتنا درب التبانة، بل وفي صورة الثقب الأسود اللي موجود في مجرة ميسيه 87؟ الثقب الأسود المركزي في مجرتنا ساجيتاريوس A اللي بيبعد عننا تقريباً 26 ألف سنة ضوئية
ثبت بالدليل ان تصويره صعب جدا ومعقد حتى اكتر من الثقب الاسود اللي تم تصويره في مجرة ميسيه 87، وهنعرف ده بعد شوية. حاول كده تفكر ايه الفرق، ليه الثقب الاسود اللي في مجرتنا تصويره اصعب من مجرة ميسيه 87. المهم، تحليل مستقل حصل الشهور اللي فاتت من فريق ياباني من المرصد الفلكي الوطني باليابان NAOG، وقالوا ان البنية الشبيهة بالحلقة زي الدونات ديت اللي اتصورت من تلسكوب افق الحدث للثقب الاسود في قلب مجرتنا، واللي بتمثل موجات الراديو المنبعثة من قرص الغاز اللامع حوالين الثقب الاسود، ممكن ما تكونش على شكل حلقة اصلا، وانها تشبه فقاعة مستطيلة من جنب من اجناب قرص التراكم زي ما موضح في الصورة اللي انشأها الفريق. بيقول باكوتو ميوشي اللي قاد الفريق البحثي الياباني ان مفيش تلسكوب يقدر يلتقط صورة فلكية مثالية على طول الوقت، وقال ان الفريق الياباني اثبت في بحثه الجديد ان في اخطاء حصلت اثناء تحليل بيانات تلسكوب افق الحدث، وان الصورة اللي تم بثها هي صورة فنية مزيفة للثقب الاسود ومش بتعبر عن العمليات الديناميكية اللي بتحصل في قلب الثقب الاسود. والكلام ده مش جديد، كاتي بومان اللي شاركت مع فرق تلسكوب افق الحدث من جامعة كاليفورنيا التقنية قالت شبه الكلام ده، وان المعلومات والبيانات المحدودة اللي تم جمعها من تصوير الثقب الاسود تشبه مقطع موسيقي بيتعزف على بيانو كتير من مفاتيحه بايظة مش بتشتغل، فتخيل اللحن هيكون مش دقيق كفاية واكيد هيكون مشوش. كمان الثقب الاسود في قلب مجرتنا اصعب في تصويره من الثقب الاسود في مجرة ميسيه 87 لانه اخف منه 1600 مرة. المادة اللي بتدور حوالين الثقب الاسود الخاص بميسيه 87 بتاخد اسابيع من السفر علشان تدور حوالين الثقب، لكن في الثقب الاسود في مجرتنا بتاخد دقائق، وكأن الثقب الاسود في قلب مجرتنا زي طفل صغير بنصوره وهو كده مش على بعضه وبيتحرك باستمرار. المهمة كمان كانت أكثر صعوبة بسبب السحب الغازية الكثيفة اللي بنلاقيها من منظرنا من كوكب الأرض وقلب المجرة بتاعتنا. آلاف الصور اللي تم التقاطها بتوضح كيفية تغير مظهر الثقب الأسود خلال ليالي المراقبة الطويلة من تلسكوبات أفق الحدث، وكل عمليات المحاكاة اللي عملوها صورت حلقة لامعة حوالين الثقب الأسود بما يتفق مع تنبؤات نظرية النسبية العامة لأينشتاين. طبق الفريق الياباني طرق تحليل إحصائية تقليدية مختلفة عن اللي اتعملت في بيانات أفق الحدث والصورة اللي تم نشرها في مايو 2022. الصورة بتظهر أن الجانب الشرقي للقرص أكثر سطوعاً من الجانب الغربي، وده بتفسره نظرية دوبلر، يعني الجانب الشرقي أقرب لينا من الجانب الغربي. بيقول ميوشي إن المواد اللي بتدور في قرص التراكم سريعة جدا بمقدار 60% من سرعة الضوء. كمان قوة جاذبية الثقب الأسود بتشوه رؤيتنا لقرص التراكم اللي بيتأرجح كده زي ما ظهر في تحليلات الفريق الياباني. اللي عمله الفريق الياباني باختصار انه اخذ البيانات الاوليه لتصوير الثقب الاسود وادخلها في برمجيه جديده مستنده على طرق تحليل تقليديه، لكن النتيجه انها لم تنتج نفس الصوره الايقونيه اللي تم نشرها من سنتين. طبعا كلامهم منطقي، عايزك كده تتخيل معايا تلسكوبات افق الحدث الثمانيه كل واحده بترصد من منطقه مختلفه عن الثانيه، اللي بيرصد في امريكا الجنوبيه واللي بيرصد في كندا واللي بيرصد في استراليا. كمان التلسكوبات مش موحده في الاحجام بتاعتها، اكيد هيحصل فجوات وثغرات كتيرة في التصوير. طبعا فريق أفق الحدث رد على دراسة الفريق الياباني وأتاحوا في موقعهم كل البيانات والبرمجيات اللي تم استخدامها في تصوير الثقب الأسود، وده شيء طيب جدا في العلم، لازم دراستك وأبحاثك يشتغل عليها ناس تانيين علشان يشوفوا هتطلع نفس النتائج ولا هيكون في اختلاف. هم رحبوا بكده وده شيء طيب، وطبعا أكدوا إنهم بيعملوا دراسات جديدة عن البيانات اللي عملوها، لكنها هتاخد وقت شوية لغاية ما يتم إصدارها، ممكن تقريبا في 2026. لكن في الوقت نفسه أكدوا على وجود ثغرات كمان في دراسة الفريق الياباني زي ما انت شايفها في المدونة بتاعتهم، وطبعا حاسب لك لينك المدونة في صندوق الوصف. وقالوا ان المآخذ على دراسة الفريق الياباني كتيرة، منها انها لا تتناول التباين الجوهري للثقب الأسود ساجيتيريوس A في عملية التصوير، زائد ان الفريق الياباني اعتمد في بحثه على بيانات صورة واحدة وملاحظة واحدة للثقب الاسود في زمن واحد، متجاهلين المجموعة الكاملة من الصور المناسبة. هتلاقي في رد فريق افق الحدث على الفريق الياباني تفاصيل مهمة مش هنقدر نربطها هنا في الفيديو عشان الفيديو ما يطولش، لكن باختصار الردود دي مهمة جدا وواجهة بالمناسبة، وهنحتاج لدراسات تانية كتيرة وتصوير جديد مناسب واكثر دقة علشان نحصل على صورة أكثر دقة وأكثر موثوقية للثقب الأسود في قلب مجرتنا.
أعزائي المشاهدين اللي عندهم نهم كبير للعلم والمعرفة، إعادة فحص صورة الثقب الأسود في قلب مجرتنا مش بتمثل بس تحسين محتمل وقريب للصورة في المستقبل، إنما بتاخدنا في رحلة كونية عظيمة علشان نفهم العمليات اللي بتتم في أغرب المخلوقات الفلكية وأكثرها إدهاشاً، الثقوب السوداء. إعادة النظر في البيانات والأرصاد السابقة بتسمح للباحثين إنهم يحصلوا على رؤى جديدة بتساعد في فهم أفضل للي بيجرى في غياهب الكون الفسيح. والأبحاث دي والاكتشافات دي وضحت قوة المجالات المغناطيسية اللي بتتحكم في نفاثات الغاز العجيبة في الثقوب السوداء فائقة الكتلة، وإن الثقوب السوداء أكثر تعقيداً مما كنا نظن، وإن العلم مهما كبر والعلماء مهما توصلوا النتائج إلا أنهم لم يؤتوا من هذا العلم إلا قليلا. والأهم من ده كله، بتعرفنا الثقوب السوداء والأبحاث والاكتشافات اللي بتتم في المجال ده على أن هذا النظام العجيب في الكون مش ماشي بعشوائية وسبهللة كده، إنما نظام دقيق جدا لا يمكن أن ينشأ من تلقاء نفسه، وأن يدا خفية عظيمة قادرة مقتدرة حكيمة قيومية تهيمن على كل شيء في هذا الوجود، وعلينا ألا نجحد هذه اليد القوية والقدرة المتحكمة بعد ما عرفنا قدرتها وصناعتها التي ليس لها مثيل في رحاب الكون الفسيح. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الدعم، وانتوا ليه قللتوا من دعمكم لينا؟ يلا شيروا الفيديو علشان تشوفوا ناس كتيرة مهتمة بالعلم ومهتمة أكتر إنها تاخد الجرعة العلمية الرصينة والإيمانية الملهمة. ولو كنت أول مرة تشوفنا فاشترك في القناة وتابع معنا الفيديوهات اللي جاية وفعل زر الجرس علشان تتابع الفيديوهات الجديدة. اللايك يا جماعة بيحفزنا على الاستمرار، وعلى وعد إن شاء الله بلقاء جديد في إنفوسفير ولاف معلومات بحث الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهم سليم، سلام عليكم.